المشاهدين الأعزاء، أنا يشرفني أني أنا أشارك في مؤتمر الغدد الصماء اللي بيعقده مؤتمر الغدد الصماء بالأسكندرية. وأنا اسمي سمير مرقص رفلة، أستاذ متفرغ أمراض القلب في قسم القلب. كان في جلسة عن علاقة الغدد الصماء بأمراض القلب، وكنت متشرف بأن أنا شاركت فيها. الحقيقة عندنا في مصر حوالي 8 مليون مواطن عندهم السكر، وعدد غير قليل جدا عندهم هبوط في الغدة الدرقية. فالأمراض ده هي بتؤدي إلى قصور في الشرايين التاجية للقلب وأمراض القلب قبل ميعادها، يعني بريماتيور أثيروسكلروزيس، تصلب في شرايين القلب قبل السن المعتادة. أمراض السكر معروف أسبابها، وهي السمنة المفرطة أو جينات وراثية أو مضادات للإنسولين، وعلاجها معروف. لكن المهم أن أي مريض سكر لازم يعمل تشيك على القلب ويعمل تحليل كوليسترول. وفي قانون عالمي أي مريض سكر فوق سن الأربعين لازم ياخد علاج للكوليسترول، حتى لو كان تحليل الدهون في الدم في الحدود الطبيعية. ولما ياخد علاج للكوليسترول والكوليسترول يتصلح الرقم، ما يوقفوش طول العمر، لأن ده الشيء الوحيد اللي بيحمي من تصلب شرايين القلب، بجانب الاهتمام بعلاج الضغط والاهتمام بعلاج الوزن والكرش الزيادة ومنع التدخين. في حصل ان مريضة عملت تحليل كوليسترول فلقت النسبة بقت كويسة، فأحد الأطباء قال لها خلاص وقفي علاج الكوليسترول. لا، قانونا أي مريض سكر فوق سن الأربعين ياخد علاج الكوليسترول إلى الأبد، حتى لو هو التحليل سليم. أما إذا كان عنده السكر قبل سن الأربعين يعطى علاج الكوليسترول لو في ابتدى يظهر علامات زي مرض ضغط أو قصور في الشرايين أو مضاعفات أخرى في الأوعية الدموية. فعلاج الكوليسترول ده أساسي. طبعا التحذيرات المتبعة اللي كل الناس عارفينها ومع هذا مش قادرة انها تلتزم بيها، ان احنا نعالج الكرش اللي هو زيادة محيط البطن. محيط البطن الطبيعي في الراجل 199 سنتي، لو وصل 102 سنتي اسمه كرش. المرأة 80 سنتي، لو وصل 98 سنتي اسمه كرش. والكرش ده بيفرز هرمون اسمه ليبتين وريزيستين، بيعمل تصلب في الشرايين. فأحد الأسباب اللي لازم نتجنبها في علاج القلب والوقاية منه هو تقليل الأكل. بالنسبة للغدة الدرقية بقى، دي قصة إن أي ست بنعمل لها تحليل غدة درقية، سواء كان عندها سكر أو ما عندهاش، سواء كان عندها سمنة أو ما عندهاش، سواء كانت حامل أو مقبلة على حمل. وكتير جدا نلاقي حالات هبوط في الغدة الدرقية، وقليل لكن موجود بنلاقي حالات نشاط سمي زيادة في الغدة الدرقية. كل دي لها علاج. في النهاية بنتمنى للمشاهدين كل صحة وسعادة، وما يشوفوش أي من الأمراض الوحشة دي لو التزموا بالعلاج. أنا مرة تانية دكتور سمير مرقص رفلة، أستاذ في قسم القلب جامعة الإسكندرية. شكرا.